يقول أعمل مرشدا طلابيا بمدرسة متوسطة والتعليمات تمنع الضرب. نعم. أعمل مرشدا طلابيا بمدرسة متوسطة والتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة تمنع الضرب بالمدارس. الضرب نعم. نعم. وبحكم عملي أجد بعض الطلاب يحول أكثر من مرة قضية ضد بعض المعلمين من الاستشهار بهم عند أو من الاستهتار عند المعلم وضربه على أبسط الأمور، فما حكم ذلك؟ وهل ضربي للطلاب يعرض بغرض الإصلاح مع أن تعليمات الوزارة تمنعه، علي إثم في ذلك؟ لا تضرب ما دام أنك ممنوع من الضرب، لا تضرب، أن هذا يجر عليك شر من الناس. ما دام خالفت النظام الناس يدورون عليك المخارج ويدورون عليك الأخطاء، فلا تفتح على نفسك باب. ما دام أنك ممنوع من الضرب لا تضرب، ولكن إذا رأيت على طالب من الطلاب خللا إنك توبخه وتنصحه فإذا عاد مرة ثانية تهدده بالفصل والطرد من المدرسة، فإن أصر ولم يمتنع ترفع بشأنه إلى المسؤولين الذين هم في مستوى المسؤولية عن المدارس وما يجري فيها. نعم.